أول خصوصية كما قلنا أن الإثبات القانوني يختلف عن الإثبات العام، من حيث أن الإثبات العام لا يتقيد بقيود بأن يكون أمام أي جهة أو بطرق محددة، وإنما يكون فيها الباحث كما في التاريخ أو البحث العلمي أو في غيرهما أو في علم الاجتماع يعني حرا صديقا في أن يثبت وقائعه من خلال معامل البحث واختبارات العينة التي يقوم بها عن طريق الإيش الإحصاء أو الاستقصاء عن طريق الاستبيان إلى آخره، وبالتالي يصل إلى نتائج. إذن هو هنا يتميز من هذه الناحية الطريق القانوني إثبات القانون بأنه لا يكون إلا أمام القضاء وبطرق حددها القانون. الناحية الثانية والخصلة الثانية أن الإثبات القضائي يختلف أيضا عن الإثبات غير القضائي من وجوه. فبالإضافة إلى كون الإثبات القضائي مقيد في طرقه وفي قيمة كل طريقة منها كما ذكرنا، والإثبات غير القضائي لا قيد عليه كما قلنا، فإن الإثبات القضائي هنا متى تحقق واستقام موجود يكون ملزما للقاضي العمل به، ولا يستطيع القاضي الخروج عنه أو إدمانه أو تركه، وإلا كان بذلك مخلا لقاعدة العدالة أو مرتكبا لجريمة النقول عنه، يكون نائلا عن العدالة. إذا متى توفر الدليل القانوني أمام القاضي في المحكمة واستقام بعناصره وأصبح شاخصا، يصبح لازم ملزما للقاضي يتعين عليه أن يقضي بما يؤدي إليه هذا الإثبات من نتائج قانونية صارمة، وإلا كان في امتناع القاضي عن إصدار الحكم بناء على الأسئلة المتوفرة نكول عن العدالة. طيب، بينما الإثبات غير القضائي لا يتعين فيه على الباحث أن يأخذ بنتائجه المحددة، وإنما يكون محرر في أن يأخذ به أو يأخذ به. وكثيرا من الأدلة العلمية والحقائق العلمية التي يوصلها الباحثون في العلوم المختلفة تصبح فرضيات ونظرية، تكون في البداية حقائق علمية ويكتشفوا على أنهم قد وصلوا إلى شيء، ثم مع تطور العلوم يجب بعد ذلك أنها عبارة عن فرضية وليست حقائق علمية، وبالتالي ليست ملزمة ولا محددة كالإثبات القضائي كما قلنا. الإثبات القضائي متى ما توفر واستقام يصبح ملزم للقاضي أن يعمل به ويصبح حكمه بناءً عليه، وإلا كان مرتكبا للنكول عن عدالة، كان ناقلا عن عدالة. أما ما تبطل بطريق علمي أو بطريق آخر فإنه لا يعتبر حقيقة ثابتة لا تتغير. فكثيرا ما يتبين أن الحقائق العلمية ليست إلا غروضا غير دقيقة، ينكشف بعد ذلك خطأها فتكون مقامها حقائق أخرى تكون هي أيضا قابلة للتغيير. هذه القصة الثانية التي تميز بها كما قلنا الإثبات القانوني، الإثبات القضائي، أنه متى توفر واستقام ووجد فيكون ملزما وعلى القاضي العمل به، وإذا تخلى عن ذلك ولم يقم بالإصدار بناء عليه يكون ممكنا للعدل، على عكس الإثبات العام كما قلنا الذي لا يكون ملزما بالضرورة، لا يكون مؤديا إلى النتائج بشكل حتمي بشكل إيش قطعي. طيب، الخصلة الثالثة أن ما ثبت عن طريق القضاء يصبح حقيقة قضائية يجب الالتزام بها ولا يجوز الانحراف عنها، وهذا ما يسمى بحجية الأمر المقضي. يعني في عندنا قاعدة حجية الأمر المقضي، يعني الحكم متى يصير، متى يحدث حجية الأمر المقضي؟ حينما عندما يكون نهائيا وباتا. عندنا حكم نهائي عندنا حكم بات، فكل حكم بات هو حكم نهائي، بينما كل حكم نهائي ليس بالضرورة أن يكون حكم باتا، فالحكم النهائي هو القابل للاستئناف لكنه يكون نهائي المحكمة التي أصدرته. الحكم الاستئناف أصدر المحكمة الاستئناف هو نهائي بالنسبة للمحكمة، ولكنه غير بات بالنسبة إذا كان قابلا للطعن خلال مدة الطعن. اسمحني، يعني إذا كان كما قلنا الحكم الاستئنافي إذا صدر للمحكمة الاستئنافية هو حكم نهائي بالنسبة للمحكمة الاستئنافية، لا تصيح أن تعيد نظر فيه بعد أن صدر هذا الحكم، فهو استنفذ سلطاته إلا أنه غير بات، بمعنى يكون قابلا إذا كان قابلا للطعن فهو غير بات، فإذا ما طعن به أمام المحكمة العليا وأصدرت المحكمة العليا يكون في هذه الحالة إنه غير بات، والبات هنا حاز حقية الأمر المقضي به لأنه واجب التنفيذ وله قداسة وله قوة القانون. نعم، فقلنا هنا أن ما ثبت عن طريق القضاء يصبح حقيقة قضائية يجب الالتزام بها ولا يجوز الانحراف عنها، وهذا ما يسمى أي المسلم، وهي من أهم ما إيش السندات أواجبة التنفيذ، السند التنفيذي يعني الإلزام بها ولا يجوز الإنكار عنه، وهذا ما يسمى بحجية الأمر المقضي. أما ما ثبت بطريق علمي
أو بطريقة آخر فإنه لا يعتبر حقيقة ثابتة لا تتغير. فكثيرا ما يتبين أن الحقائق العلمية ليست إلا فروضا كما قلنا غير دقيقة ينكشف خطأها وبالتالي أيضا تكون قابلة للتغيير. طيب الخصيصة الرابعة من الخصائص التي نجدها الإثبات، يعني قانون الإثبات أو علم الإثبات أو قانون الإثبات. لما كان الإثبات هنا معناه القانوني، تفضل، هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون، وكان إثبات القضائي مقيدا إلى هذا الحد، فإن الحقيقة القضائية تصبح غير متفقة بالضرورة بالقطع والحسم على الحقيقة الواقعية، وإنما كثيرا ما تختلف الحقيقة القضائية والحقيقة الواقعية. إحنا أمام الحقيقة القضائية، إذا ما تم الإثبات بالطرق التي حددها القانون والتزم به القاضي واستند عليه إصدار الحكم القضائي، فيصبح في هذه الحالة الإثبات حقيقة قضائية. ولكن هل بالضرورة أن تكون هذه الحقيقة القضائية مطابقة كاملة وطابقة مع الحقيقة الواقعية كما هي في الواقع؟ لا، ليس بالضرورة. وبالتالي كما قلنا لا يعتبر، فإن الحقيقة القضائية هنا تصبح غير متفقة حتما من الناحية القطعية مع الحقيقة الواقعية، مما يجعل الحقيقة القضائية في بعض الأحيان منعزلة عن الواقع. طبعا إنما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصموا إلي، وإن أحدكم يكون في حجته ألحن من حجة أخيه فأقضي له، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما اقتطع له قطعة من النار، فإنما اقتطع له قطعة من النار. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من اللقاء والظاهر. القاضي ما يشعر بكل شيء عنه ولا يصل إلى عمق الحقيقة وتكون مطابقة للواقع بنسبة قلبية، وإنما على الظاهر يقضي بما توفر إليه من ظاهر الأدلة وما تقدم بين يديك. وبالتالي ليست بالضرورة أن تكون الحقيقة القضائية مختلفة مع الحقيقة الواقعية. هنا يحصل خلاف ما بين الواقعات في كثير من الأحيان، معها ليست إيش قطعية فيما يتعلق بمطابقة لحقيقة الواقعية، ومن ثم تكون إيش منعزلة عن الواقع. طيب النتيجة الخصيصة الخامسة، لما كان الإثبات القضائي ينصب على واقعة قانونية ترتبت آثارها، فإنه لا يرد على الحق المتنازع عليه، وإنما على محل الحق المتنازع عليه، فإن محله الذي يرد عليه الإثبات ليس الحق المتنازع عليه ولا الأثر المترتب على هذا الحق الذي يدعيه الخصوم أو يدعيه القصر، وإنما ينصب على السبب والمصدر المنشئ لأيش للحق أو لذلك الأثر المدعى عليه. يعني والأصل كما قلنا والأصل الحقوق معروفة، الذي سواء كان هذا المصدر أو هذا السبب المنشئ يعني تصرفا قانونيا أو واقعة مادية كالعمل غير المشروع أو الإثبات لا سبب. لما كان الإثبات القضائي ينصب على واقعة قانونية ترتبت أثارها، فإن محل الإثبات ليس هو الحق المدعى به ولا أي أثر قانوني آخر يتمثل به المدعي في دعواه، وإنما هو المصدر القانوني الذي ينشئ الحق أو هذا الأثر، وليس كما قلنا الأثر ذاته أو الحق ذاته. والواقعة هنا القانونية التي هي محل الإثبات يقصد بها بمعناها العام كل واقعة أو تصرف قانوني، كل واقعة مادية أو تصرف قانوني يرتب إيش القانون عليها. طبعاً تطورت مصادر القانون إلى أن أصبحت واقعة قانونية، سواء تمثلت بالتصرف القانوني أو الواقعة الطبيعية أو الواقعة المادية، كلها تصرف. يعني الواقعة القانونية هنا أحياناً يقصد بها على وجه العموم جميع المصادر مختلفات ما فيها حتى التصرف القانوني. يعني فبالتالي كما قلنا يعني الباب قال هو التصرف القانوني والواقع القانوني، كما قال الألماني نظم القانون المدني وسار عليه على اساس واقع مصدرين اثنين، الواقع التصرف القانوني والواقع القانوني، ولذلك يوجد عندهم نظريه التصرف القانوني ونظريه الواقع القانوني على عكس التشريع اللاتيني. التشريع اللاتيني الفرنسي ومستمد منه لا تزال ايضا ملتزمه بالمصادر الخمسه، العقل والاراده المنفرده والاثراء بلا اسباب والعمل غير المشروع والاثراء بلا سبب والقانون. لكن هناك ما قلنا تطوره واصبح عندهم المصادر كلها مختزله في مصدرين التصرف القانوني والواقع القانوني. طبعا الاراده المفرده حقيقه لا تعتبر مصدر قانوني عام للالتزام، وانما تكون في حدود معينه مثل ايش؟ مثل الوعد بجائزه والوصيه عندنا، لكن هل هي كل من التزم او اعلن بالتزامه نحو اخر باعطاء شيء يكون ملتزم بالضروره؟ ليس بالضروره، وبالتالي هنا اختلفت المسألة وتعتبر عندما قالوا هم التصرف القانوني جمعوا العقل والإرادة المنفردة مع بعض، فعندهم هنا العقل والإرادة يعني معنى أن الإرادة المنفردة مصدر عام للإلزام، هذا في القانون المالي. لكن القانون اللاتيني والفرنسي والمستمد من القانون اللاتيني فهذا لا يعتبر مصدر عام الذي هو ايش الإرادة المنفردة، وإنما بحدود يعني في مجال خاص. الألماني اعتبروا أنه عام، لأنه قال ألماني
الالماني يعتبر كما قلنا عنده المصادر اثنين فقط. نعم عنده القانون المدني كله ونظريه الالتزام مصدرها اثنان فقط، التصرف القانوني يجتمع على العقد الثلاث منفرده والواقع القانوني ويجتمع على العمل غير المشروع الاثراء بلا سبب. اما القانون فهو معروف بنص القانون مباشر. والاثراء بلا سبب كان يكون كان له صور نوعين، الفضاله او دفع غير مستحق. ما هو الاثراء بلا سبب؟ كل شخص اثري ودخلت في ذمته الماليه عناصر جديده الذمه الماليه دون سبب فيكون ملزم برد ذلك المال. كالفضاله عندما يقوم الفضولي بعمل لصالح رب العمل، يعني واحد عنده مزرعه تمام وقرب الحصاد فيها وسافر يعالج زوجته في القاهره وجاء وقت الحصاد وكانت الثمره تنتهي، فتبرع احد الجيران وراح وجاب عمال وقال لي قال هذه الثمار، فيكون فضوليا لكن يكون ذلك الشخص الرائع ملتزما برد ما انفقه ذلك الشخص من ايش؟ من نفقات في سبيل العفو على ما هذا يسمى بايش؟ يسمى بالاثراء بلا سبب. الاثراء الفضل عفوا هي نوع من انواع الاثراء بلا سبب. الفضاله نوع من انواع الاثراء بلا سبب. النوع الثاني هو رد غير مستحق. يعني انا مثلا مدين لك مبلغ معين وقد سددت هذا المبلغ ولكني نسيت، ثم وجدتك بعد فتره طويله وقد نسيت والله انا اسف المبلغ الذي سمح لي عندك وانت بعت لك مره ثانيه. هنا عليك ان ترد هذا المبلغ لانك اخذته بالايقاع فيسمى رد غير مستحق. هذه كما قلنا ايضا الاثراء بلا سبب يعني ينقسم بدوره الى الفضاله والايش ورد غير مستحق. طيب النتيجه الثالثه او الخاصيه الثالثه انه ما دام الاثبات القضائي يعني اقامه الدليل امام القضاء على الواقع القانونية التي يرتب القانون عليها اثرا فان هذه الواقعه اذا انكرها الخصم لا تكون حقيقه قضائيه الا عن طريق هذا الاثبات القضائي. اذا قلنا الحق هنا يتجرد من قيمته العمليه ما لم يستطع مدعي الحق اثباته واثبات الواقع القانوني الذي انشا هذا الحق وليس اثبات الحق في ذاته. اذا كما قلنا هنا يعني اذا لم يستطع المدعي والمتخاصم الذي يدعي الحق على اخر او باثر قانوني معين نتج عن تصرف قانوني او عن واقعه ماديه اذا لم يستطع كما قلنا يعني اثبات مصدر هذه الواقعه ومصدر هذا الحق وهو مصدر هذا الاثر القانوني فلا يستطيع ان يصل الى حقه ولا يقام عليه الحق كما قلنا. فالحق هنا يتجرد الذي ينكر على صاحبه ولا يقام عليه دليله القضائي لا تكون له قيمه عمليه فهو والعدم سواء. اذا هذه خصائص الايش الاثبات. اذا ما اخذناها في بابنا وركزنا عليها نستطيع ان نفهم ونلوم بقرعه الاثبات فيما بعد. طيب ندخل بعد ذلك لما يتعلق بموقع الاثبات، مكان الاثبات في القانون. السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله. احنا قلنا في موقع الاثبات المكان الذي يتحدد فيه موقع الاثبات بالنسبه للقانون ككل. طبعا الاثبات هنا تتنازع القوانين والتشريعات المختلفه احكام وقواعد الاثبات مكانين اثنين قانون المدني وقانون المرافعه. وذلك لان طبيعه قواعد الاثبات لها جانبين، جانب موضوعي وجانب شرعي اجرائي. فالجانب الموضوعي مثل ايش؟ الطرق التي حددها القانون وقيمه كل طريق ومن عليه من عليه يتحمل حق الاثبات وطريقة هذه كلها قواعد موضوعية تدخل في نطاق الحقوق القواعد الموضوعية التي تتضمن حقوق القانون المدني، القانون التجاري، القانون الأحكام الشخصية إلى آخره. وعندنا جانب إجرائي في كيفية التقدم بهذه ايش؟ فمثلا هي كيفية أداء الشهادة وما هي سلطة القاضي بالنسبة للشاهد؟ هل يناقشه ما يناقشه؟ يحلف أو ما يحلفوش؟ ما هي أيضا قضية الطعن بالأدلة الكتابية والمحررات؟ هل يكون الطعن فيها او طريقه الطعن فيها هذه كلها اجراءات شكليه فتنازع فيها كما قلنا القانون. البعض هي تغليب الجانب الشكلي على الجانب الموضوعي ونظمها في قانون المرافعه كالقانون الالماني والقانون السويسري. قانون الالماني وقانون السويسري نظم الاثبات في قانون المرافعه. والبعض الاخر وزعها بين قانون المدني في القواعد الموضوعيه وقانون ايش؟ وقانون المرافعه فيما يتعلق بالاجراءات. كالقانون الفرنسي والتشريعات اللاتينيه. والبعض في التوجه الحديث
أصدر بها قانون خاص، جمع جميع قواعد الإثبات الموضوعية والشكلية وأصدر بها قانون خاص الذي هو قانون الإثبات. كالقانون البريطاني، القانون البريطاني والإنجليزي بشكل عام، والقانون المصري أخيرا، لأن القانون المصري ما قبل كان أيضا يقلد التشريع اللاتيني والقانون الفرنسي، وكانت قواعد الإثبات موزعة بين كل من القانون المدني والقانون المرفع. بعد ذلك عندما يعني في الأربعينات بعد ما صدر القانون المدني أصدر قانون الإثبات، وكان خاص يعني أصدر قانون خاص بالإثبات وجمع فيه جميع القواعد الموضوعية والإجرائية للإثبات. ومن ضمنها أيضا القانون المدني، عند معظم القوانين المعاصرة الآن خصصت الإثبات قانون واحد خاص اسمه قانون الإثبات، جمعت فيه جميع قواعد الإثبات الموضوعية والشرعية. السلام عليكم. إذا نقول تنازع هنا، تنازع قواعد وأحكام الإثبات في التشريعات المقارنة مكانان مختلفان، مكانه في التقنين المدني ومكانه في تقنين المرافعات. وذلك لأن القواعد الإثبات ناحيتين، ناحية الموضوعية هي التي تحدد طرق الإثبات المختلفة وقيمة كل طريقة منها ومن الذي يقع عليه بإثبات الخصوم وماذا يقوم إثباته، هذه كلها ناحية موضوعية تعتبر قواعد موضوعية كقواعد موضوعية، وناحية شكلية هي التي تحدد ما يتبع من الإجراءات في تقديم طرق الإثبات. فللشهادة وللأوراق المكتوبة والمحرضة والطعن فيها وللخباء ولحلف اليمين وغيرها وغيرها من طرق الإثبات إجراءات معينة رسمها القانون، هذه قواعد كما قلنا إجرائية شكلية. لذلك أنا أقول الذي أخر ما يكون أخروا يعني أخروا يكونوا يحشوا على حدود. تصور أن المسلمون بالمجموعة بيقرأوا. لا سلام عليك أنت نعم. تصبح عند يعطون مقرر. كيف مقرر؟ هو مع كتاب الدكتور عبد في المكان الذي يجب ان يكون فيه قانون الاثبات او قواعد الاثبات بين نوعين، بين ايش؟ الشريعتين، بين القانون المدني والقانون المرافع. لذلك انقسمت الشريعه في مكان الاثبات، وبعدين ظهر الفريق الثالث اللي هو خصص لقانون الاثبات قانون خاص لقواعد الاثبات، القواعد الموضوعيه الاجرائيه اصدر بها قانون يسمى قانون الاثبات. لذلك انقسمت الشريعه في مكان الاثبات الى طرائق ثلاث، بعضها يجمع قواعد الاثبات في ناحيه الموضوعيه والشكليه في قانون المرافعه كما في القانون الألماني والقانون السويسري، وبعضها يضع القواعد الموضوعيه في اي مساله فنيه، يعني الذي سئلنا قبل قليل اي احسن واين اولى، مساله فنيه. والاولى كما قال الدكتور السنبوري هي موضوعيه، 75% من قواعد الاثبات موضوعيه، وبالتالي مكانها الرئيسي اصلا في القانون المدني وليس باعتبارها القانون العام في جميع روابط القانون على اساس على اساس التسهيل في الاجراء. ها؟ التسهيل في الاجراء لما نعمله قانون مستقل. طيب كما في القانون الألماني والقانون السويسري، وبعضها يضع القواعد الموضوعية في التقنين المدني والقواعد الشكلية في تقنين المرافعات كما فعل القانون الفرنسي وأكثر القوانين اللاتينية والقانون المصري القديم. بطائفة ثالثة تفرض قواعد الإثبات جميعا الموضوعية منها والشكلية بقانون خاص كما فعل ذلك القانون الإنجليزي والقانون المصري الحالي وقانون أيش البينات الأردني وقانون البينات السوري والقانون العراقي والقانون الكويتي، وهذا ما سلف فيه أيضا المشرع اليمني حينما جاء بالقانون رقم 21 سنة 1990 أو قانون الإثبات. يعني سلك المشرع اليمني هذا المسلك الأخير فأصدر المجموع يعني قواعد الإثبات في قانون خاص اسمه قانون الإثبات، وهو القانون رقم 21 بسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 20 سنة عفوا هو القانون رقم 21 بسنة 92 والمعدل بالقانون رقم 20 سنة 96. تعدلت بعض المواد، لم يتغير يعني من صدر قانون إثبات جديد، وإنما تعدلت بعض المواد في قانون صدر في سنة 96. المعدل كما قلنا المعدل الأصل الصادر هو رقم 21 سنة 92 بعد الوحدة صدر قانون إثبات وهو رقم 21، وبعدين في 96 بعد حرب 94 حصل تعديلات لبعض المواد قانون الإثبات لسبب أو لآخر، فنحن نوقف مجلس النواب وعدلوا بعض المواد، وفي بعض المواد نوع من العوائق وعدم الدقه فيها. المعدل
طيب قد نهج المشرع العلماني أيضا في ذلك منهج الشريعة الإسلامية، وكما سرت عليه التشريعات الإنجليزية ما كانت التشريعات